على كيف تروجوا انفسكم وتخلقوا نتورك او شبكه من العلاقات اللي تساعدكم انكم تبيعوا المنتج تبعكم وتنعرفوا اكثر. انا شوفوا بدي ارجع لوسائل التواصل الاجتماعي، بجوز هاي اسهل طريقه. وهون في شيء اسمه بالانجليزي ديسكفربيليتي، انه الناس يقدروا يلاقوكم. في شيء اسمه كمان بالانجليزي انباوند ماركتينج. شو معنى هذا الكلام؟ انكم تطلعوا كونتنت كافي، والكونتنت يكون فيه اشياء مهمه للناس وبتفيدهم، فبالتالي لما الناس تعمل سيرش وتحاول تلاقي كونتنت معين في موضوع معين يقوموا يلاقوا الفيديو تبعكم ولا البوست تبعكم. فجاه الناس عرفتكم لانها هي عملت السيرش، والكونتنت تبعكم بيركز على ايش الناس بدها اياه. فمثلا على سبيل المثال خلينا نرجع بموضوع اللفحه، طبعا لانها شتا الدنيا بنحكي بموضوع اللفحه. اذا انا بشتري لفحه وبدي الاقي طرق كيف اربط اللفحه بطريقه حلوه وبطريقه مبتكره، تروح انتم عاملين فيديو عن كيف اربط اللفحات انا بعده طرق عده نوتس وما بعرف ايش، وتطلعوا الفيديو هذا وانتم بالاخر تقولوا باي ذا واي انا كمان بعمل لفحات وهي لفحات اقدر اشوفها. فانا لقيتكم من خلال اني بحثت كيف افضل طريقه اربط اللفحه او البسها، ولقيتكم بطريقه غير مباشره عن طريق السيرش، وبالتالي انتم قدرت اعرف المنتج تبعكم، قدرت اشوفه. هلا مره ثانيه اذا المنتج تبعكم الديزاين تبعه كتير حلو وبيعالج اشي انا محتاجه، فجاه اكتشفتكم في احتمال كبير اني اعرفكم هلا. فهي طريقه انكم تنعرفوا يجيكم فولورز اكثر. وطبعا كل ما هذا الحكي صار تعرفوا الالجوريثمز او الـ 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 كيف الـ 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 او كيف السوفت وير مصمم وسائل التواصل الاجتماعي، كل ما اجوا عليكم ناس وتشوفوهم اكثر وسائل التواصل الاجتماعي بتدفشكم اكثر لناس ثانيين، فبتتنعرفوا. هاي واحده من الطرق انكم تنعرفوا على وسائل التواصل الاجتماعي. طريقه ثانيه انكم بدكم تلاقوا مؤتمرات اشياء هذا مش اونلاين هلا، تروحوا تلاقوا المؤتمرات الصح الايفنتس الصح وتروحوا فيها تقدموا انفسكم تحكوا مع الناس تحكم عن اللي بتعملوه، تلاقوا بزارات تروحوا تعرضوا المنتجات تبعتكم، بدكم تحلحوا حالكم انكم تروحوا عن جد تفلوا. لازم تقتنعوا وفي كثير ناس ريادين ورياديات بعرفهم بالديزاين او مش غير الديزاين بترددوا يعملوا هاي الشغله، لانها مش سهله يا شباب. بدكم حدا يكون بياع بطبيعته رايت او بياع بطبيعتها، مش سهله على الناس اللي شوي بسمهم انتروفيرتس بيحبوا يكونوا خلف الكواليس وبيشتغلوا. بس كريادين ورياديات بدكم تلاقوا طريقه تلاقوها جوا انفسكم انكم بدكم تروحوا وبدكم تبدوا تحكوا مع الناس، بدكم تروحوا تعرفوا عن انفسكم، تلاقوا طريقه تقدموا انفسكم وشو بتعملوا. لازم، ما في حل ثاني اصلا. انتم كلكم لو معكم مصاري كفايه مش موارد محدوده كشركات ناشئه او كمصممين ناشئين كان تحتاجوش كل هذا الحكي، بجيب لكم شركه بي ار او علاقات عامه فظيعه وتعملكم كل هذا الحكي، بس انتم ما عندكم المصاري هاي زي كل الشركات الناشئه. فبالتالي الحمل كله عليكم انتم كريادين ورياديات. وباي ذا واي إذا أنتوا بتيجون الإيفنت وبتحكوا لي بإشي إنكم بتعالجوا حاجة بالسوق أنا مقتنع أو مقنع إن عليها الطلب، وبتورجوني ألاقوا طريقة أو أشوف الديزاين تبعكم مرة تانية والديزاين تبعكم حلو، راح أسمع لكم وراح بجوز أفتح لكم بواب. فمشان ألخص، الموضوع كله بيعتمد عليكم إنكم أنتوا بدكم تروحوا تطاردوا، بدكم تتعبوا تخلقوا المحتوى هذا اللي بيخلي الناس تلاقيكم. هاي يعني شغلتين من الأشياء بتخطر على بالي رايت أواي.